ملابسي مفتوحة أرقع 30 زغروط. ليه يا ماما؟ العرقة اللي كانها الجدع الغلباوي ده بردت قلبي. أنا لازم أبلغ البوليس. أنا عارف إن صاحبة البيت أجرت الراجل عشان يضربني. مش معقول يا حمدي، دي ست طيبة أوي. ومش ممكن تفكر التفكير الإجرامي ده. دم الأستاذ حمدي بيتعور. ياه ده في راسك من ورا. من ورا نجيب الاسعاف. نجيب الاسعاف ايه ونسيبه ينزف؟ انا هطلع اجيب الاسعاف اللي في البيت. قصدك يعني الست منى صاحبه البيت؟ اعوذ بالله، انا عندي ندم من الصفه كله ولا شمسي وشها. يا راجل انت صحتك اهم من ده كله. انا طالع عند اهلها. لا يا حدق، انا اللي طالع عند اهلها. انت مش هتعرف تاثر عليها. انا اللي هروح. لا انا اللي هروح. وليه ما رحلهاش انا؟ انا عندي فكره، نعمل قرعه من فيكم السرعه ومن فيكم الكتابه. بس انا سرعه عيال. صورة ايه وكتابة ايه؟ انا مش عايزك. لا يا اخويا لا، ده الجرح خطير. ده انت دماغك مفلوقة نصين. انا هطلع لها. لا انا اللي هطلع لها. لا انت ولا هو، انا اللي هطلع لها. والله لو جت ممرضة الطعن على امي لا انا اطردها. انت مش هتنام يا منى لما خلص الفستان اللي في ايدي ده يا ماما. خليك انت روح. طيب الله. ست منى الحقينا، ست منى الحقينا. في ايه؟ عندك قطن؟ عندي. عندك شاش؟ عندي. عندك سواجوت؟ ليه في ايه يا عويل؟ الاستاذ حمدي اخو سي احمد وسي حسن متعور تعويره جامده قوي، دماغه مفشفشه، الدم بيخر منها ارق. يا خبر ابيض، واحنا مالنا؟ ما تجيبوا له دكتور. البركه في الدكتوره. اعملي معروف يا ست منى بسرعه عشان حبته زي الزفت. طب يلا بينا يا عويل. هاتي سمعني، هاتي. معلش. ما يصحش ست منى. طيب ما يصحش. خبر. انا خفيت، ما تخليهاش تدخل، انا كويس، انا سلام. الجرح فين؟ الجرح لا دي حاجة بسيطة خالص، ده عاوز خدني. امال فين الدم اللي نازل قرب ده؟ لازم الدم خلص فبقاش عنده دم. لا سلامتك، وطي شوية قطنة تانية. امسك يا عويس. كلها غيار كمان والجرح يخف خالص. انا متشكر قوي. العفو، تحت عمرك. عن اذنكم بقى. لا العفو يا فندم. لا والله ربنا ما يحرمناش من اسعافاتك يا ست منى.